هو طبعا الحمد لله رب العالمين. يمكن في الفترات الاخيره او 5 سنوات الاخيره بالذات الكاراتيه انتشر انتشار كبير جدا على مستوى جمهوريه مصر العربيه في جميع محافظات مصر. مفيش محافظه النهارده من اول جنوب سيناء لحد اسوان ما فيهاش كاراتيه، وما فيش مركز شباب او نادي ما فيهوش كاراتيه الحمد لله. لعبه شعبيه ومعروفه كمان. يمكن احنا وسعنا القاعده ان احنا عملنا بطولات جمهوريه في جميع محافظات مصر من اول اسوان لحد شرم الشيخ، عملنا فيها ايضا بطولات. العريش عملنا فيها بطولات، فاصبح انها حتى الوادي الجديد كمان اصبح النهارده الاعداد تضاعفت جدا. وصل عدد المسجلين عندي في مصر 1,000,000 لاعب كاراتيه. مفيش رياضه في العالم فيها العدد ده، فالحمد لله رب العالمين ده انجاز كبير يحسب الاتحاد المصري للكاراتيه. كان الهدف الاساسي لنا ان احنا نوسع القاعده. بعد كده دخلنا في موضوع ان احنا بنعد للاولمبيات مره واثنين، اولمبيات الشباب في 2018، اولمبيات الكبار لطوكيو 2020، فكنا بنساعد على ان احنا نحاول بقدر الامكان نشترك في الرانك العالمي اللي هو البريمير ليج او السيريس اي اللي هو الدوري العالمي عشان نخلي اولادنا كلهم متاهلين. ويمكن الدوله الوحيده في العالم بخلاف الدوله صاحبه الارض اللي هي اليابان في الاولمبيات، كان عندنا 5 لاعبين مؤهلين للاولمبيات اتاهلوا فعلا من الكاراتيه. يمكن كانت طفره كبيره جدا للاتحاد المصري للكاراتيه. بس خساره ان شالوا يعني الكاراتيه من الدوره الاولمبيه اللي جايه، تم استبعاد الرياضه دي ليه بالمناسبه؟ هي ناحيه سياسيه بالنسبه للمفروض كان يتم في فرنسا في باريس اللي جاي ده الكاراتيه يبقى موجود، لكن هم شالوا الكاراتيه وحطوا 4 ألعاب هم بينافسوا فيهم، لان الكاراتيه مش هيجيبوا فيهم الميداليه المتوقعه زي مصر مثلا. هو اول مره تم ادراج الكاراتيه فيها كان في طوكيو صح كده ولا لا؟ في طوكيو بالنسبه للكبار، و2018 في الشباب والناشئين كانت موجوده واشتركنا فيها وخدنا ميداليه برضه ذهبيه في الشباب والناشئين 2018 للاعيبه ياسمين نصر الجويلي، خدت ذهبيه ودي كانت اول مره نجيب ذهبيه او اول مره اولمبياد برضه نجيب ذهبيه. فطبعا الكاراتيه المصري النهارده هو يعتبر على مستوى العالم رقم واحد على مستوى العالم بعد اليابان طبعا. فمعنى ان احنا نجيب في الاولمبياد ذهبيه وبرونزيه في حاجه كبيره. اليابان احنا بالظبط احنا بننافس في الكوميتيه رقم واحد، اليابان هي في الكاتا هي اللي رقم واحد، احنا في الكوميتيه رقم واحد، فعشان كده ترتيبنا دايما في بطوله العالم للكبار. والله وحشنا انا وانت وحضرنا انا وانت مصر تتفوق على اليابان في الرياضه. في الكبار احنا رقم لا بس صعبه يعني، احنا عايزين نقف هنا شويه برضو كابتن محمد، ده مش خبر يعدي كده صعبه يعني. اليابان الاشهر والاكبر والاكثر تاريخا كمان يعني حصولا ورانكينجز في هذه الرياضه، ازاي؟ وطبعا احنا في الفترات الاخيره كلها اشتركنا في اجنده الاتحاد الدولي في جميع بطولات الاتحاد الدولي، البريمير ليج او سيريس ايه اللي هو اللي بيعد اللاعب يكون قوي او يكون بطل بمعنى صح. البريمير ليج ده الميزه اللي فيه ان هو اعلى 32 لاعب في كل ميزان، يعني ابطال العالم بالكامل موجودين، فمعنى ان انا اوصل في ال5 موازين كوميتيه لثلاث لعيبه رانكهم الاول على العالم في كوميتيه، فده معناه ان كل دول العالم بتنافس على وزن 2 بس، ومصر محتكره 3 موازين. في الكوميتيه البنات عندنا رقم 2 على مستوى العالم 3 موازين ايضا، فمعناها دول العالم بتنافس على ميزانيه 2، فده معناه احنا وصلنا فعلا للقمه بالنسبه للرانك. يكفينا فخر الاتحاد الدولي بيحط دايما على السايد بتاعه ان مصر مصنف رقم 1، ده في حد ذاته انجاز كبير للاتحاد المصري للكاراتيه. طبعا اكيد. ده كان فين يا فندم ده؟ ده اللي هي البطوله الاخيره اللي هي دي بطوله العالم، دي بطوله العالم دي لا دي في باريس اللي هي بطوله البريمير ليج الاخيره. وده يوسف بدوي بطل العالم اساسا اللي خدنا فيها 5 ميداليات اللي خدنا فيها 5 ميداليات. ده يوسف ده واخد اول عالم في بطوله العالم في شهر اكتوبر الماضي في بودابست في المجر، هنا بيضرب بطل اليابان اهو. فاز على بطل اليابان وحقق الميداليه. لا واضح انه لازم يبقى بطل الحقيقه. طيب ايه البطولات القاريه والعالميه برضو اللي احنا بنستعد ليها كابتن؟ طبعا احنا عندنا اجنده دوليه السنه دي كبيره جدا، ويمكن برضو لفتنا نظر الاتحاد الدولي ان مصر بقادره على استضافه البطولات، بقى لنا 3 سنين دلوقتي بنعمل بطوله البريمير ليج عندنا في مصر. السنه اللي فاتت كانت في يناير، السنه دي ان شاء الله في ابريل القادم في القاهره بطوله البريمير ليج اللي هي فيها ابطال العالم بالكامل هتكون في القاهره باذن الله تعالى. دي اول مره تحصل؟ لا دي ثالث مره تبقى في القاهره ان شاء الله في 2025 برضو موجوده في القاهره بخلاف بطوله العالم 2025 في مصر. هايل. بطوله العالم ما جاتش بطوله العالم ما جاتش مصر من عام 88، فمعنى الاتحاد الدولي الثقه الكبيره في مصر ان هو يعملها في مصر في 2025 يعني بعد 38 سنه قدرنا نرجع بطوله العالم في مصر. كويس فده انجاز كبير يحسم للدولة.